والله يا كريم، حصل معايا موقف ايه بقى؟ وانا بلاعب الاهلي 2011 مع منو الجزيه. بصراحه كسبان 2-0 في اول ربع ساعه في استاد القاهره 2011. كان صمو الافوم، كان معايا وينج ليفت صمو الافوم، كان معايا طارق حامد وجدون اترام والماتش كان سموحه. في سموحه. كسبان 2-0. مش طبعا كسبان الاهلي ببركات، بمحمد فضل، بعماد النحاس، بسيد معوض، فهو انا مدير فني. ففرحت قوي بقى. ففي الدقيقه 39 محمد فضل جاب جون. فالدقيقه 45 الوقت خلص. كابتن سمير عثمان ابن حلال، يعني حبيب اخويا، حسب 8 كلنا 8 دقايق وقت ضايع. انا ساعتها اقول له عشان خاطر يا كابتن بلاش كده، 8 دقايق وقت ضايع. رحت له قلت له عشان خاطر بلاش كده، قلت له في الماتش، قلت له خلاص بقى اكسب بقى. يعني بقى انا بقالي من 2011 لغايه دلوقتي ما اتغلبتش من النادي الاهلي. ما اتغلبتش من النادي الاهلي. لما رحت قلت للكابتن سمير عثمان قال لك ايه؟ قلت له يا كابتن سمير، يعني عشان خاطري انت راجل كابتن سمير شغال في بنك يعني. قلت له الفوائد 6%، بلاش تبقى الثمان دقايق يعني، يعني خليها 6%، خليها 6 دقايق مكان تبقى 8%. هو قاعد يضحك معايا ساعتها برضه. انا اما تبقى كسبان تبقى زعلان. بعد كده ماتش، بعد كده في مباراه ثانيه عملتها 3-0. الماتش بتاع الاهلي اللي برضه 2015. ايه اغرب موقف تعرضت له مع حكم؟ يعني اتكلمت مع حكم وكان في حوار غريب شويه. ماتش نهائي كاس مصر سموحه والزمالك 2018. ايه اللي حصل؟ كابتن محمد فاروق كان اخر ماتش الاعتزال. هيخلص الماتش ويعتزل يعني. لما طرد حسام حسن في الدقيقه 15. فانا كنت بتكلم يعني، ما قلت له الطرد ليه؟ قال لي مش عارف، حط ايده على ودنه وعمل للجمهور. قلت له ازاي يعني؟ ازاي يعني حط ايده؟ وبعدين اعترضت على الكوره بتاعت كاسونجو، كانت برضو بالنسبه له يعني كان في نرفزه كتيره. ومره برضو حصل موقف معايا، كان موقف وحش جدا 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 يعني. ما كنتش برضو عملت حاجه برضو. اقول لك على يعني حكايه برضو ايه يعني ظريفه. كنت انا والكابتن مدحت فقوسه في مباراه الترسانه. وكان بيلعب طبعا الكابتن سيد يوسف والمجموعه الكبيره دي، وكان محمد رمضان ومحمد كمال ومحمد فؤاد، ثلاثه محمدات طبعا. فكان الحكم كابتن نشأت توفيق. فانا قاعد انا والكابتن مدحت ومصعب نور. فكابتن مدحت قام شتم الحكم. انا اللي بزعق. كان فاضل لي ساعتين والوقف يتفك. ساعتين كنت اخد 6 شهور. لما سحبنا الفرقه في ماتش الاهلي بتاع 2-2 وطلعناه من كاس مصر. الحكم نشأت توفيق جاي، خف من مدحت فؤوسه. مدحت فؤوسه قال لي ليه يا كابتن مين تشتمه؟ قلت له انا اللي شتمت. الكابتن مدحت قال لك كده؟ هو اللي شتم. فقال لي ليه تشتمه؟ سلمك. خدت 3 شهور تانيين. لا والله. والله العظيم. فكانت يعني مواقف انت، انما دلوقتي الحكام لها احترامها طبعا بصراحه. انما طبعا ليهم. والسنه دي صوره عظيمه. دي صوره انا والكابتن مدحت، وده اخويا الكبير كان عضو مجلس اداره. كان عضو مجلس اداره في النادي المصري، اسمه ممدوح عبد الرازق. وكابتن مدحت وانا الصوره دي، انا كابتن كريم سنه 87. 87 انا كنت انا كنت اصغر مدرب في مصر. بصراحه اصغر مدرب اشتغلت دوري ممتاز، اشتغلت وانا عندي 26 سنه. يا سلام يا سلام. يعني الحمد لله، يعني انا اشتغلنا بس الحمد لله بقى لنا 40 سنه. انما المهنه استاذ كريم اهو. كابتن عبد الرازق اصغر مدرب يقود مصر وعمره 26 سنه، لاعبه وجمهور المصري يشيدون بقدراته بعد الفوز على المقاولين. المقاولين كان كان الكابتن النوس. وكان بعد كده عندي لقاء الزمالك. احنا عندنا دلوقتي المدرب الشاب لما يبقى عنده 66 سنه بنقول عليه مدرب شاب. ما هو في مشكله يعني دلوقتي، شوف انت بادئ تدريب وانت عندك 26 سنه، وكنت كفء من وانت عندك 26 سنه. ودي برضو مشكله في خبرات يعني. يعني مثلا عندك مدربين في مصر كبار جدا، الكابتن حلمي طولان حاجه، الكابتن طلعت يوسف، عشان بس ما انساش اي حد. فالناس بتفكر دلوقتي موضوع السن، المدير الفني يعتبر دلوقتي هو الخبير. يعني انت ما تيجي تتكلم على مدير فني بتاع منتخبات، هو بينزل بيحط الشغل بتاعه، التخطيط بتاعه منظم، وهو عباره عن بيقود المباراه. انما النهارده انت بتشتغل ساعات، انت بس بتشتغل بايدك. انما المنظومه في مصر دخل فيها وسايط كتير. وسايط كتير لازم يكون. لازم بص، مع احترامي يعني، انا التجربه الاخيره دي يعني بالنسبه لي يعني تجربه عادية يعني. أنا خلي بالك، أنا لم أقال، أنا استقلت وده رسمي،
والطلب مني ان اقعد. بس خلي بالك الموضوع دلوقتي بقى ايه، يعني لازم يكون لك علاقات، لازم يكون لك حد بيدعمك، وفي نفس الوقت اللي بيتقاس كفاءتك. يعني زي النهارده كولر، انت فاكر انت بعد الماتش الاتحاد الراجل طلعوه السما، بعد الماتش بتاع البرازيل الراجل حصل نقد والخبر اتكلمهم على عينه وراسي. انت مع انت ما انتش في المجال معاه، انت ما انتش عايش مع اللعيبه. صح، لان الانسان يا استاذ كريم، الانسان مننا انا بشريه معقده، يعني ما حدش احنا الانسان ما عرفش ايه اللي جواه.